ودابا غادي نهضر على واحد التجربه. التجربه دازت بيان سور في امريكا في 1961، دونك واحد التجربه على نقول لك على العنف. شنو داروا في امريكا؟ شدوا اطفال وداروهم في واحد الغرفه، شدوا اطفال تقريبا عندهم من 3 سنين حتى 6 سنين وفيهم وليدات وبنيوتات. الجروب الاول داروا فيه كيحضروا، داروه في واحد لاصال ولا في واحد الصالون ولا في واحد القسم بامبورت، وداروا حضروا على واحد المعلم اللي كيعنف واحد نقول لك واحد البوبيا. والجروب الثاني حطوه مع واحد المعلم اللي كان كيتعامل مزيان مع واحد البوبيا. دونك هذه تجربه نعاود نقولها دازت في امريكا في 1961 بواحد البسيكولوج. دونك في كلا لي دو جروب نص ديال الاطفال كانوا تحت نقول لك لانفلونس، يعني التاثير ديال داك المعلم اللي كان كيتعامل بواحد الطريقه مع واحد لابوبي. دونك بقاو كيشوفوا كيشوفوا داك لادولت، داك المعلم كيفاش كيتعامل. دونك فورسيمون الدماغ ديال الاطفال راه فحال واحد بونجا كيسرط كلشي، هذا هو الدماغ ديال الاطفال. دونك القسم الاول كان فيه واحد العنف، القسم الثاني ما كانش فيه واحد العنف. من بعد 10 دقائق كيشدوا الطفل وكيديوه واحد لاصال بوحدها، وكل طفل كيبقى بوحده. من بعد ما حضرت داكشي وكي هما كيبقاو كيراقبوه كيشوفوا شنو كيفاش الطفل غادي يتفاعل. اي دونك وشافوا بانه الاطفال كيعاودوا داك السيناريو اللي حضروا الاستاذ ديالهم كيدير. دونك هذا هذه واحد التجربه اللي مهمه بزاف باش نعرفوا اشنو نديروا حتى الاطفال ديالنا، لان الاطفال عندهم واحد البونجه في الدماغ. انا كنبسط المعلومه، وداك البونجه كتسرط كاع داكشي اللي كتشوف اللي كتجمع حداها. دونك ليكيب دو ريشيرش داك الفرقه اللي دارت هاد التجارب لقات بانه الاطفال اللي كانوا تحت اللي حضروا لذاك العنف حتى هما داروا لا ميم شوز مع داك البوبيات اللي كانوا معاهم، كسو سوا الدراري ولا البنات. ولكن النسبه المئويه ديال العنف كيمشي اكثر للدراري كو البنات الصغار. والاخرين اللي كانوا ما حضروش لواحد داك الاستاذ اللي كان كيعنف كانوا ترونكيل بخير. دونك اش كيخصنا، شنو هي الحكمه من هذه التجربه؟ سي كل واحد فينا كيخصو يعرف كيفاش يتعامل حدا الوليدات. الا بغينا ولادنا يكونوا دراوش خصنا نكونوا دراوش، بغينا ولادنا يهضروا مزيان خصنا حتى حنا نهضروا مزيان. ويلا ما كنتملكوش من العواطف ديالنا راه كاين خلل،